السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنبدأ في الدرس الثاني من دروس الصف الخامس الابتدائي، ودرس سهل وبسيط جدا وهو التعبيرات الرياضية. اول حاجة هتشوفها معايا في الفيديو يعني ايه كلمة تعبيرات عددية. العددية يعني انا بتعامل مع ارقام، مع اعداد. فمثلا هنقول هنا عندما نقول 3 زائد 4 بتساوي 7، يقال لهذا التعبير تعبير عددي. اللي قدامي ده اللي انا عملته ده تعبير عددي لانه مكون من اعداد، والتعبير العددي عادة بنستخدم فيه الرموز اللي هو الضرب والقسمة والجمع والطرح. تمام، دلوقتي ناخد امثلة. دول كلهم تعبيرات عددية، زي ما اقول 2 في 5 بتساوي 10، 3 في 6 بتساوي 3 زائد 6 بتساوي 9، 8 ناقص 4 بتساوي 4، 12 قسمة 4 بتساوي 3. كل الأمثلة اللي قدامي دي عبارة عن تعبيرات عددية. يعني ايه عددية يا بناتي حلوين؟ يعني استخدمنا فيها الأعداد وعلامات الضرب والقسمة والطرح والجمع. تمام، طيب هنتقل على الجزء اللي بعده اللي هو عبارة عن التعبيرات الرمزية، ان انا استخدم رموز. بصوا معايا اللي قدامنا ده، هنقول 5 زائد الارنب الحلو ده بيساوي 8، استخدمنا رمز. هنا هنقول 4 في الفراشة الحلوة دي بيديني 24، عندي 25 قسمة النونو الحلو ده بيساوي 5. تمام، دي كلها رموز، دي كلها انا استخدمت صور. تمام، استخدمت هنا صور، فدي تعبيرات رمزية. ممكن اشيل الصور دي واحط بدالها حروف، ابدأ احط سين صاد عين، يعني طيرنا واحد من الارقام خليناه مجهول. تمام، فهنا استخدمت بداله رمز، فالرمز هنا ممكن احوله لحروف. ازاي يعني؟ يعني ممكن اشيل الارنب واقول 5 زائد س بتساوي 8، او 4 في ص بدل فراشة بتساوي 24، او عندي 25 اسم نون بتساوي 5. يبقى هنا استخدمت رموز سواء اشكال او حروف، دي اسمها تعبيرات رمزية. يبقى احنا خدنا ان التعبيرات الرياضية بتتقسم لحاجتين، يا تعبيرات عددية بستخدم اعداد، يا تعبيرات رمزية بستخدم فيها اشكال او حروف. تمام، طيب في حاجة تانية غير التعبيرات الرمزية اسمها التعبيرات اللفظية. يعني مثلا اقول عدد مضاف اليه 10، طب هو قال لي هو ايه العدد ده؟ لا، يبقى اكتبها س زائد 10. طيب عدد مطروح منه 6، هو قال لي العدد ده كام يا ولاد؟ لا ما قاليش، يبقى اكتبه اي حرف، ن ناقص 6. عدد مضروب في 4، اي عدد معرفش هو كام هسميه انا لام، هضربه في 4. ممكن اقدر اكتبه لام في 4 او اكتبه 4 لام، عادي علامة الضرب ممكن ما نحطهاش، بس اكتب العدد قبل الحرف. تمام، او ممكن مثال كمان، او العدد مقسوم على 5 فيبقى صاد اسمة 5. تمام، ناخد مثال كده، ما علاء سين من الجنيهات، ما قاليش هو كام الجنيهات، هو قال لي سين، واعطاه والده 10 جنيهات، فكم يكون المبلغ معاه؟ هو معاه من الاول في الحصلة بتاعته سين، وبابا اداله كمان زود عليهم كلمة زيادة او اعطاه، دي عملناها علامة زائد، يعني زود على اللي معاه دول اللي هم السين اللي ما نعرفهمش 10 جنيه. خلاص، ينقول اللي مع علاء هو س زائد 10 جنيه. تمام، درسين السهل البسيط ده هيكون انتهى للنهاردة. تمام، الواجب ان شاء الله يا بناتي حلوين هيكون الصفحة الاولى والتانية من التدريبات، درس سهل وبسيط وقصير جدا، واي استفسارات ان شاء الله هتبقى على الخاص على الواتساب في الجروبات. تمام، شكرا لحسن استماعكم.